أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق الأهلي فاز على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة وسط حضور أكتر من 50,000 مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أبدى غضبه بعد نهاية المباراة، وقال كولر في المؤتمر الصحفي: سعداء بالفوز لكني في قمة الغضب من قرارات التحكيم. وقال كمان: لا أعتقد أن اللي حصل كان بسبب تأخر التغيرات، كل اللعيبة كانوا بيتقدموا لقدام على حساب الدفاع، ودي مش التعليمات اللي قلناها، أخطأنا هي اللي تسببت في استقبالنا للهدف مش تأخير التغيرات. سفن فان دوبريك المدير الفني لنادي الوداد المغربي قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الخسارة 2-1 نتيجة جيدة وأشعر بالسعادة، وأعتقد أننا حققنا أفضل نتيجة ممكنة ضد الأهلي. وقال كمان: الحظوظ ما زالت متساوية، لا نخشى الأهلي لأننا فزنا عليه من قبل وعلى ملعبنا، والأهلي سيطر جيدا في أول ربع ساعة لكن لم تكن لديه رغبة في الفوز بنتيجة كبيرة. محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وصل للقاهرة قادما من ألمانيا بعد إجراء جراحة في الرباط الصليبي بنجاح، وبيستعد الونش لبدء برنامج العلاج الطبيعي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، وذلك للعودة سريعا إلى الملاعب. شهد سامي لاعبة منتخب التايكوندو فازت بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم اللي بتقام بأذربيجان بعد الخسارة في نصف نهائي البطولة. اتعادل فريق أتلتيكو مدريد مع فيلاريال في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب لا سيراميكا ضمن مواجهات الجولة 38 والأخيرة من عمر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا للموسم الحالي 2023. تعادل الإيجابي 1-1 حسم مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني وأتلتيك بلباو في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري. فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي حقق فوز على سامبودريدا بنتيجة 2-0 امبارح في الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري على ملعب دياغو أرماندو مارادونا. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل طبعا مع منا، واستكمالا لبقية الأخبار الرياضية. عودة ليكي مرة تانية منا.